السلام عليكم ورحمة الله. الحين في هالجزء شو صار؟ أنا بخبركم حاصل. الحين أنا هني ما أقدر أحط زراعة لأنه ما يوصل للنهر. حلو، النهر مفروض يوصل من وين؟ ثرو اندد. الحين أبين النهر بيرد في مرة ثانية. أقدر عندي حدود للزراعة بسيطة، فشو بسوي؟ ببدأ أبغى أفجر المكان. صبر، خلينا نبدأ لكم إياه بالترتيب. زين، في الحديد كان فلو، ما كان في الوود، كان في الليبر اظني. هاي المشكلة، بعدني مش حافظ المينيو، جالس اجيب العيد في كل شيء. زين، وين كان وين كان وين كان؟ يا الله، والله اني ضيعت يا جماعة الخير. مسلسل السنين الضياع. ايوه، هني في اللاندسكيبنج محتاج اجيب ديناميت. ديناميت محتاج شو؟ حديد، والحديد هني ورا بعيد. فابى اسوي ديستركت جديد ولا مقاطعة جديد؟ والله هذا مشروع اقدر ابني هني دري واللي برا. لازم اتمدد شوي شوي. انزين، على اساس يكون عندي مقاطعة جديدة لازم احطي بوابة لكل مقاطعة مختلفة عن الثانية. الحين هذا صار عندي بوابة تفصل ما بين هاي المقاطعة وهذه المقاطعة الثانية. بعدين نبدأ نحط ديستركت سنتر. زين، في أشياء أنا فتحتها على أساس نطرش أغراض ونجيب أغراض. المفروض يكون عندنا نفس بوست أو بريد أو شيء من هالقبيلة، اللي هو طبعا إذا أنا أقدر أحصل أشياء هذا. ديستريبيوشن بوست اللي هو مركز التوزيع، راح أحطيه وين؟ هني في قلب المدينة. هني مكان زين شكله عند كل المستودعات هذا، وبنعطيه أولوية. انزين، وبنحطي دروب اوف بوينت اللي هو وين؟ عندنا هني جنب هذه المقاطعة، وخلنا نمده. وهذا حلو، ما يبالي انك تبني. انزين، هناك الحين قاعد يسوون كل شيء. انا كل اللي محتاجينه الحين هني مجموعة موظفين يقعدون يسوون السكراب. هذا شيء بسيط، يعني مش كم ضخم من الموظفين. ليش؟ لاني بس محتاج اصدر وأورد. انزين، الشيء الثالث بحتاج ابني هني بيت تربلج. شكله هذا حلو حق 9 موظفين. زين، هذا المكان مكان يعني تحسونه عمالي بحت، ف عفوا يعني لكن هذا الواقع. انزين، وبنحطي واحد بنسوي له شارع. انا اسوي ديزاين صغير انك يبين ان بركس، تعرفون البركس الطريقة هذه. زين، وبنحط بيت ثاني مقابله، وعلى امل ان اللي هناك يجيبولنا شو؟ يس، اللي هناك يجيبولنا الموارد بشكل سريع ان شاء الله. يعني انزين، بين هالاثنين بيكون عندهم بعد اشياء ثانية بالنسبة للهاوسنج. بيحتاجون من الليجر اللي هو بحطه فوق السطح لكن مجبور. زين، وبنحطي لنا مش اللاندسكيبنج، البريدجز. بنفتح لنا برج، ما عندنا 200 بوينت. ما نحتاج اصلا. اوكي، بنحطي برجز بالطريقة هذه. برجز 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 برجز. زين، وبنحطي جسر ولا برج اصغر هني. بنحطي لنا دري يروح لين فوق. الطريقة هاي صار عندنا طلعة لين فوق، الناس تقدر تطلع وتستانس. بنبني بعد بلدرز هات هني. بنحتاج بلدرز هات في الطريق بالطريقة هذه. وبنحتاج نحطي لهم، ما نبغى ساين سنتر، ما نبغى شيء. الحين اللي محتاجينه هذا يستلم، عرفتوا؟ الحين ها المفروض يستلم كل شيء من وين؟ من هناك يحتاجه. الشيء الأساسي أول شيء نبغى نبني هذا، ونبني واحد من البيوت بشكل سريع، وبعدين نبني هذا. انزين، الحين هاي استوت مقاطعة، هاي استوت مقاطعة. خلينا نشوف الديستريبيوشن سنتر مالنا خالص. أنا 4 ستوك. شو عندنا ستوك؟ نت اد نيو روت. لازم نضيف طريق، قلت لكم من هني لين هني. افا عاد نبا
بلانكس، نبى كاروت. الحين هذه مصيبة. ديستريكت 1 بيطرش ل ديستريكت 2 بيريز. اذا عنده خبز ما عندنا لحين، نبى نطرش طحين، لا نبى نطرش جير ما ظني، بطاط مشوي اوكي، اد نيو برودكت، وبنطرش لوجز بعد نبى نطرش يعني بالطريقة هاي. الحين شو بنحتاج هني؟ هني نبى لوجز، هني بيلدينج بروجرس، هني نبى بلاكس. زين الحين هاي المفروض يدخلون هذه البوابة ويروحون اللي هو يعتبر ديستريكت ثانية، ليت في دار كنا نسوي جدران، جدران يعني رسمية، مش بوكسات الصراحة. الجدار كان راح يكون منطقي، يمكن في جدار ما اعرف، لا ما اشوف جدار انا. انزين الحين هاي المفروض يطلعون من هذا الديستريكت يشلون الاغراض اللي هي نحنا شو حددنا لهم، بطاطا ولوج وهذا، وبعد نبى بلانك. اي ثينك اتوقع نبى بلانك، لازم بلانك اوكي. هايل راح يستلمون الحين من الجماعة اللي هناك، الحين رقدوا كلهم طبعا الدستركت. ليش اكسبلوسيف؟ انا بقدر اسوي افجر ممرات هني، مثلا ممر افجر ستريت من هني في الوسط ماي لين هني، اقدر اسوي المكان هذا كامل زراعي، لان الحين بس على النهر صح، فبنخترع نهر خاص فينا او مجال للنهر خاص فيه. انزين الحين ماي شو وضع؟ انا زدت هني ماي ترى، بس بعد احس ما قاعد يعبي التناكي ترى، عرفتوا؟ اقدر اطرش ماي حقهم، لان متاكد ما عندهم ماي. هي يبون ماي بعد. زين اساس الناس اللي هناك تعيش. يلا بسم الله. كافو 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 كافو. ترى البوتيتوز قاعد يجيب لهم. نايس نايس نايس. الحين ياب كارتس، يابوا الاكل، يابوا هالسوالف. الحين نبى ان شاء الله يبونا اللوكس اساس انه يبنوا. مشكلة نحن اوريدي عندنا نوعا ما مشكلة في عدد الخشب اللي قاعد نبني، لكن اظني الامور بتكون طيبة. مزارع البطاط وكل شيء شغال يعني بشكل جميل. زين هالاثنين اظني دائما يخترب، هاز درايد اند دايت، فبحط اثنين زيادة هني يزرعون يحيدون تجربة مالنا. التجربة كانت شوي فاشلة صراحة. زين فخلونا اني هني نشل ثلاثة هايل. زين نبغى نشل هذيل، هذيل بيكون هني يشلونهم من عندي، واقدر بالطريقة هذه احطي مزارعين زيادة هني، على اساس ان حرام البطاطا هذا كله قاعد يخترب كل مرة، يعني يخترب صراحة ما له داعي انه يخترب. وايد بتطولون لين تشلونه يعني ولا كيف؟ عندي وايد ناس، عندي ثلاثة، عندي كذا. انزين الناس هناك بعد بيون غير، هناك بياخذون اكل، بيستنزفون موارد هالمدينة. فالحين هاي المدينة انا محتاج شوي ابدا اهتم ان صدق الموارد يكون فايد. عندي 700 وشيء اكل، بس قد ما يكون زيادة عندي قد ما يكون افضل. الحين شو عندنا هني؟ عندنا بلانكس، عندنا ووتر، عندنا لوكس، والمكان هذا محتاج بلدرز هات. انزين اقدر اوفر بلدرز للمكان ولا بلدرز بروح ميون ولا شو السالفة؟ ان الحين نحن ما نعرف. اد روت بيرز بوك كاروت اكسبلوسيف فلاور جير جرل بوتيتو لوك ميتال بيبر بلانك بوتيتو. كسرت الدنيا انا هني. خراب ميتال ويت قلنا اوكي. انزين الحين كيف المفروض ان هايل ترانسبورت جوز بتوين تو وير هاوسز نو ان امبلويد ذا ديستريكت. انزين الحين يوم اسوي ديستريكت جديد انا ما فهمت كيف اجيب الناس. هذا بعد شيء، في شيء بدون كوست اقدر ابني؟ لا كله بكوست، كله بكوست. ولا هل يمكن احطي هذا؟ المشكلة الحين مش في الكوست، المشكلة الحين هل القطاع الجديد راح يشتغل بالطريقة اللي انا افكر فيها ولا لا؟ لان الحين انا بحول الاراضي هاي كلها الاراضي خضراء، عرفتوا؟ ابى امد هذا من هني واحول كامل الى مناطق زراعية طول الدرب الى هني، وكلهم يكونوا موصولين اخر شيء الى مدينة وحدة، عرفتوا؟ فاذا ما عندي انا هني
هني هاي بيبون أغراض ولا ما حد بيساعد يبني. ها مصيبة ثانية. Keep good from other district. هذا هني. بلوبونس مايجريت بوبلي. أيوة أقدر أجيب ناس لين هني. أقدر هني مايجريت بيبل ودستركت 2 بحطي 4 بالغين مثلا مايجريت. أوكي يو هني 2 وبيبدون. أيوة هذا كلام الحين عدل. بيشلون الموارد اللي موجودة هني بيبدأون يأسسون فيها المكان. بس رقدوا على الأرض على طول وبدايتها ما راقدين على الأرض. دستركت 1 اوكي دستركت 1 بخلي دستركت 1 عرفتوا؟ لان انا ما ببني وايد بس ابى ناس تشل المتل واحطي تصدير مهني المتل يروح مره ثانيه للمدينه هناك خلاص. فانا شو بسوي اصلا؟ لان هذا اللي راح يسوي كالتالي يعني بني ليبرز هني ديستريبيوشن دروب اوف بوست بيكون عندنا عند البيوت ولا هني؟ افضل دروب اوف بوست هني يكون خله هني مكان جيد. الحلو انه ما في كوستين بناء على طول. زين ديستريبيوشن بوست موجود هني. بعدين يوم يستوي عندنا موارد هناك ديستريبيوشن بوست يبقى لنا 15 بلانك و30 كذا وبيكون عندنا المفروض يكون عندنا السوالف هذه. زين الحين في واحد يشتغل هنا اوريدي قاعد يطلع فلا سكراب مثل. اوه زين خلينا نحط وير هاوس مستودع يبقى له 80 بلانك. لما نحط مستودع صغير باعتبار ان كل شيء رايح لمنو؟ التصدير. انزين ريكويرز ماتيريال لوكس ما عندنا وايد لوكس بس بيجيبون ثاني يوم بيجيبون لان الحين المفروض عندنا لوكس. خلنا نزيد عندنا موظفين زياده احنا هنا اصلا لحظه الحين لان بضيع ما بين تو ديستريكتس عرفتوا؟ انزين خلنا نشوف البيوت. هذا يبغى له 1000 اندر جراوند وير هاوس. واو عندنا بهاوسنج تربل لوج دبل لوج بسوي دبل لوج. اوه واو واو انا احس انه بيكون عندي مشروع ضخم. زين صبر صبر السالفه بالطريقه هاي. لا بعدين بعدين الحين انا ابى بس ازيد عدد السكان صراحه. زين الحين ما ابى اكثر بخليهم يبنونهم. This building is not connected to any district. كيف؟ اوكي نسيت انه هاي طابق ثاني. يا الله نسيب الطريقة هاي يعيشون حياة يعني ما بينهم البين الطريقة هاي. ابي يزيد لي عدد الناس شويتين ترى المعلومة. بس العجيب انه ما عندهم بيبان تحت. انا توقعت يكون في باب فوق باب تحت عرفتوا؟ هذا موضوع ثاني تماما. انزين الحين اذا السالفة بطريقة هاي تعرفون شو بسوي؟ اقدر ابني عمارة 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 كاملة. بس ما محتاج عمارة مو محتاج عمارة. خلوا العالم هنا تسكن الحين مو مشكلة. نحن هني اهم شيء يبنون شيء اساسا يسكنون. ليش؟ لان انا الحين حاليا محتاج كمية عمال هني انه يتكاثرون. عمال هاي مثلا هني شغالين مثلا اوكي فنان هاي اللي بيسوون هارفست. بيتين على الاغلب بيسوون هارفست كل شيء خلاص ما في مشاكل. بس انا هالشوي اللي قاهريني انا من قبل حطي شوي بطاط هني بحطي شواية اكل بحطي جريل على اساس يزيدون كمية الاكل المشوي البطاطا المشوي اللي موجود عند الناس. يعني هني 96 هني ما شاء الله 800 في عندنا كمية اكل ممكن نحن نتفاهم معهم بنفتح ليفل 3 اكل شكله خلاص عندنا. هذا يزيد الانتاجيه بس ما حسيت منه فايده اني احطيه صراحه حاليا. حاليا انا اتكلم الا اذا سويت المزارع النظاميه اللي اتكلم عنكم عشان اسوي انتاج اكل جدا ضخم. انزين الحين هاي الجماعه يوم بيوم خلينا نزيد عدد العمال اللي نحتاجهم هنا ولا ما يستوي؟ من يستوي عندكم عمال اشتغلوا انتم هني 6 مفروض يؤدون الغرض.
لان اوريدي نحن هني لو اقدر اشوف الديستركتس حلو، بس ما اقدر اشوف الديستركتس، هاي المشكله عرفته. بس عندي من 48 40، هنا عندي 48 بيت، هل يوم بصير هناك بيفصل؟ اختار هالديستركت. يوم اختار الديستركت الثاني يعطيني، شوفوا يوم اختار هذا الديستركت يعطيني. اوكي، لا ممتاز، عندي كم مكان حق كمية ناس، بس بعد ابى ازيد بعد هاوس واحد ان شاء الله، ما يبين العيد البيوت الزيادة من حيث الاكل وهاي الامور ان شاء الله. سويهم بالطريقة هذه، مرات حول بيوتهم ما في زينة، وهذا فعليا انا قاعد اسويه صراحة، بس نظريا المفروض هني يكون عندهم شو الحين، يبدأ عندهم اشياء الحين. هذا كم فيه؟ هذا فيه 20 سكراب متل. اوكي انت شو عندك؟ ريكوايرد ريكوايرد ريكوايرد. احنا نبغى الحين اكثر شيء شو؟ لوكس، لان اذا يابوا لوكس بيبون بيوت، اذا يابوا بيوت هني بعد بيتكاثرون شوي زيادة وبيسوون لنا عدد في المدينة، ونحن نحتاج عمال. بس هي هاي مصاعب الالعاب الجديدة، يوم نلعبها يكون استكشاف بعض الاشياء يكون اصعب من غيرها. بس الحين اوكي، ايوه هذا هو الكلام. نقدر على فكره نقص شيره هنا بعد في هذا الديستركت حقنا بروحنا، بس الشير اللي هنا ما ينفع، هذه المشكله. انزين نحن الحين بخليهم، نحن بنحسب حساب ان نحن هني راح نبني مركز توزيع. حلو، مركز التوزيع ورا خلنا مركز التوزيع هني، مفروض استلام التوزيع هني من قبل، بس تعرفون شو دام مشينا على شارع خلينا نمشي عليه. زين بنسوي بالطريقة هاي، مركز توزيع ليش بنودي الاسكراب هناك. حلو، هني عندنا مركز استلام اوريدي جاهز، ففي حال الحديد زين ما نبى سكافج ولا شردر، نبى شردر. شردر يبى 20 جير و50 بلانك. يا الظالم يا الظالم، هاي بعد وايد كهرباء. اوكي هذا راح يكون عورس سكيفر، لأن باعتبار اني كتبت كمية من هذا راح اتلعوز. يلوك اوكي استوى عندهم بيت، معناه هني يمكن يزيدون. خلاص بس بندقر اني باث، ليش باب مالك وين؟ انا جاي بالعيد جاي بالعيد. نقدر نسوي دبل، يعني دبل قصدي انا صرت بالغلط ما اعرف دق فايندينج، دبل قصدي اني هايل نهدم هذيل من المخطط. اوكي ونحط في المخطط منو هاي اللي يبون بيبان معينة صح؟ نقدر نحط لهم درج بار يعني بالطريقة هاي، او لا 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 يعني هذا على طول يتبني الهرم بيت ما تبني على طول. حط لهم طريقة هذي، حلو نسوي بالطريقة هاي ونحط لهم دري هني ونسوي لهم باث حق البيت، والاثنين اللي فوق نحط بينهم وصلات. لا هاي ما نبغاها. يس يس، لاني لو سويت لتحت شو بيستوي؟ بيمسح لي هاي. الحين نبى اللي فوق نسوي له كونكشن، كونكشن سفري نبغاه. زين هذا معناه ان احنا بنفتح، نحتاج نفتح اشياء ثانيه. 1 باي 3 كم؟ 400 400. نو 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 نو، 30 بلانك. شكله هذا ما يشتغل الا على شو اسمه هذا. خلنا نسوي تي اير، نسوي بالطريقه هاي، هذا اظن الحل الامثل يعني بالنسبة له، مكلف لكن امثل امثل، لان في دري يودينا لفوق، فوق يودينا لهناك، فراح نقدر نسوي اشياء. المشكلة الحين ما بنحصل التمبر مثل ما تقولون، ما في الكفاية. زي خلي يصير للدستركت الاول نشوف زادوا عدد الموظفين، ايه زادوا اللي هني.
نقدر نخليهم 8. عندنا اوريدي البيت معباي، هذا معناه تربل لوج. نهاية شو اللي بنيناه هون؟ دبل لوج. تربل لوج وين بنيناه؟ ما اعرف، بس عندنا تربل لوج ما في حد، عرفتوا؟ شوفوا تربل لوج ما في حد. كل دستريكت لازم بروحه، هذا هناك شكله. زين، معناه نبغى 2 زيادة، وعندنا دبل لوج 24، وعندنا 16 ياهل ممكن يكبرون اذا حطينا بيوت زيادة. بيوت زيادة نبغى تربل لوج يشيل 9. زين، طريقة دي بالطريقة هاي. لحظة، عفوا، تمام باك. ابغى تربل لوج بالطريقة هاي وبالطريقة هاي. وشو بسوي؟ بسوي ممر ما بينهم. هذا الممر يعني نسبة، واو صراحة بيرفكت. زين، معناه اقدر احط هني واحط من هني دري، واسوي ممر ورا البلدرز اللي يبيه هني بالطريقة هذه، ومنها هاي الصعدة للبيت والصعدة من ورا في المستقبل اذا حطينا شيء. وبنسوي لهم مخرج ثاني من هني في حال حبوا شو ايون. زين، الحين هاي ما بنكتفي بهذا القدر، فشو بنسوي؟ لازم نسوي لنا من هني طريقة هذه، نسوي لهم ممر فوق. زين، الممر العلوي راح يوصل البيوت كلها، وشوي سيستم بركسات وسفلام تايلنتي احسه، يعني سيستم عادي سميه بالعيد، عرفتوا؟ ونحطي فوق هذا هني، كل حد يبى يجي ما عنده مشكلة. وهني نقدر نفتح لنا الباث. واحد جالس احاول اسوي هني اشياء غريبة عجيبة. زين، الحين هذا راح يكون شوي معقد بس جميل. جميل، يعني الناس اللي هني فوق بتي من فوق هني ليش ما اعرف، بس يعني في ممرات من كل مكان. نقدر نحولها شوي شوي الى عماير، ونكبر المنطقة السكانية مالنا بشكل ترى ضخم، بيكون مش بشكل عادي، ترى بيكون بشكل كبير جدا التضخيم هذا. فالحين هاي كلهم مفروض عندهم مخارج من الوصلة تتوصل خلاص. ايوه، الحين نقدر نجيب ممر، تعرفون وين؟ من هني. مش غلط ابدا نجيب ممر بالطريقة هذه، وهي كلها ممرات تستوي. بس الغريب ان هذا عنده بوابة، وما اعرف ليش ما حسب لنا اياه، بس نظريا. انا اسف يا جماعة الخير، مع ذلك لازم نحطي كان كله كأنه ممر، يعني لأن إذا ما حطينا هذا أيوة، والله أن هذا الشيء شوي شوي يباله تركيز. تبني مبنى نفس هذا، بس ممكن جدا أنه يضبط الحين المبنى اللي فوق. عفوا، طريقة هاي أخلو مربع قدام. شوف الحين قدامك كل شيء، بعد اذا انت ما تشتغل هاي مصيبه، لان هذا اصلا ما بوجد دام الا ممر، واموره طيبه. مخلى برايه الحين هذا. زين، الحين استوى عندنا مكان حق سكان مفروض وايد. شوفوا تربل لوج 20 زادوا، ال 20 اللي زادوا هاي بياكلون وايد اكل اول شيء. زين، بس قاعدين ينتجون وايد اكل بعد، شيء طيب. وهذا شغال عليهم، هاي استعمل لوج وبطاط عشان يصير بطاط مشوي. زين، شو اخبارك انت؟ فل فل فل، هذا معناه المكان يستحق مساحة تخزينية جميلة جدا. نسوي مكان حق مخازن اني هني اندر جراوند وير هاوس يباله 1000 1000. انا ما اقدر اتحمل تكاليفه، فخلوني واسوي في الممرات اللي فوق. انا اعرف شو اسوي الممرات اللي فوق مني بالساينس سنتر، ناس تشتغل ساينس سنتر اللي هني كله. هذا لا. زين، الحين هذا
مصيبة ثانية الحين، هذا المفروض ما يكون مصيبة. لحظة، إيه ما يحتاجون ممرات كام أون يعني؟ هذا خلنا نلغيه. يس، حطيه مكانه ممر. هذا باقي يكتمله. تعالوا هذا، تعالوا كملوا هذا. اظني هذا الحين العلة كلها هني، اذا هذا توصل بيستوي كله اوكي اظني، على امل اتمنى. اوكي، ما شيء السبب ان الحين ان هذا ما قاعد يشتغل صراحة يعني، عفوا يعني، لكن اظني هذا الدرب اللي هني محتاج يكون فيه له ممر. اها، هذا لازم يجون من ورا. اوه، مي ليش ما يجون من هني؟ تعال، انا وصلت من ورا بس ما وصلت من قدام. ايه الحين بيكون معناه عندي الساينس يكفي اني اسوي. انا شو كنت بسوي يا جماعة؟ انا بيستوي عندي مشكلة في الماي، انا شبه متأكد، ترى شبه متأكد راح تكون عندي ازمة ماي. فهني اقدر اسوي ماي غير هني، مكان حلو حق الماي حاليا، بس هذا يباله اهدمه، هذا اهدمه واحطي بمب ماي هني. اوكي، بمب الماي بسرعة بيبنون، لان عندي اظني موارد وايد نحن، وعندنا عمال ما شاء الله بضخامة. انزين، فهذا راح يوفرنا نون امبلويد ديستريكت ان ذا بيفر. ناس ما قاعد داوم، ناس ما قاعد داوم. زين، احنا شو كنا بنستلم مثلا؟ انا والله كنت بفتح شيء والله ونسيت شو يا جماعة. نحن وين سوينا؟ قلنا بنسوي مخازن، هي اندر جراوند ستورج، قلنا نبقى 1000 من هذا. نحن سوينا مراكز بحث زيادة عساب نحصل. انزين، هاي ايش اخبارهم؟ هاي الاخبارهم بيض، تعرفون بيض؟ لان ما في لوك قاعد يجي لهم. ما عندهم لوك، نطرش لهم لوك صح؟ اي، هذا اللوك قاعد طرش لهم. اقدر اطرش لهم دبل لوك؟ هي، 1 2 3 4 5 6، عندي 8 صح؟ اقدر اطرش لهم 3 يجيبون لوك، اقدر اطرش لهم 2 مثلا يجيبون بلانك او ماي. بس الحين ما بسوي، الحين طرش 3 يجيبون لوك، معناه لازم اللوك عندي يستوي تربل. بس المشكلة وين؟ الستور عندي مش جاهز وما في لوك مكان حق اللوكس مال الستور. انزين، ها معناه خلونا نجرب نسوي ستورج. ستورج بعد يباله 15 لوك، اللي هو هذا. تقدر ليمت. اوكي 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 اوكي، هذا حلو. كاروت ابا 50، كاروت ابا خمسين، كاروت و96 حلو. ابا 50 معناه هو 300 صح. جريلد بوتيتو سوي 50. اوكي، لوك 100، بلانك 50، وماي كم بيتم؟ 50. والماي استوى 50 بالطريقة هاي، المفروض توزيع عادل أكثر. بس الحين المشكلة كيف أخلص الماي اللي هني؟ فشو اللي أقدر أسويه؟ أقدر أجيب الدرب وبلدرز، وأقدر أحطي دروب أوف مور.
بوينتس على الدستركت نفسه مفروض 300 300، وهذا اوكي هذا بطرش فيه بس هني لوكس بس هذا بيستلم فقط لوكس الباقي برايع عقب بيوازن نفسه. فشو بنسوي الليمت هني بنحط بني لوكس خلاص هم اظني امورهم طيبة يعني دستركت واحد قاعد يحسب ليمت واحد اظني ولا ايوه خلاص الحين شوي بنرتاح من الشغلة هاي. نايس 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 هني كم واحد صار عندنا اصلا زادوا؟ ما اظني زادوا صراحة لان اصلا عندي هوملس اظني ما عندي هوملس لا عندي واحد ما عنده بيت. زين الحين هذا شو اخباره؟ لان هذا اللي يبني الله كريم. اوكي ممتاز الحين هذا بيبوا له لقات بيفكنا فكه من الموضوع كامل. زين الحين بلدرز هات يبغى له شغل وايد اشياء يبغى له شغل بس هم في لوج هني بس ما حد قاعد يجيب ليش؟ زعلانين انتو؟ خلى النيب بوبيليشن من هناك لين هني غصب النيب من هني مايجريت بوبيليشن ابى اربعه يروحون ديستركت 2 اوكي بنقص من هنا اربعه مقابل يروحوا هناك هني عندهم سكن عندهم كل شيء عندهم اكل كل ما يخلص بعد عندهم بيون هني كم بيستوون بيهاجرون لين هني اربعه بيستوي عند شويه ميزانيه. هني شو المشكله اللي اواجهها انا؟ It is drying out till dying point 8 days. هاي اللي يشلون لين اخر لحظة غصب. هاي مع انهم وايدين ما قاعد يشلون. مو بفاهم انا هاي ليش مفروض يشلون اكثر. انزين يون الاربعة الزيادة استوى عندنا اثنين بلدرز تخصص واستوى عندنا ناس واستوى عندنا ناس تقدر تبني المكان هذا. ليش؟ لان الحين استوى عندنا الواردات كبيرة الحين الباقي عندنا بنحط صادرات في المكان. زين الحين هذا بيبنونهم بس يحصلون بيبنونه برأيي الحين لان انا عندي اولوية على هذا مني اي لوج هني او اي شيء استركت ون ها شو يوم اصفر يعني طالع لا يوم انا اشير عليه استوي اصفر. زين مني يون هايل الحين كم عندي بيوت انا هني كم هوملس عندي خمسة لان هايل مش موصولين اي علينا خلنا نعطي اولوية حق هاي طلعت بالطريقة هاي برايا هذاك بيموتون من اليوع بالطريقة هاي بيتخبلون خلص موسم الجفاف الحين خلنا نشوف والله الاكل ما شاء الله كمية ضخمة عندنا. زين كم واحد عندنا هنا غير موظف 16 احس اني محتاج ولا ابا اسوي اكل اكثر بيكري بس يبالي اشل هذا من هني المل انه يبالي كهرباء اوكي واحطي الاكل هني احط المل وين عندي بالمكان هذا. زين ما اظني ابي اجيب كهرباء زياده لان هذا اوريدي اذا بينتج حق هالثنين بس انا لازم اشوف موضوع السدود اللي عندي على اساس اقدر اجمع ماي حق الموسم الجفاف اوكي بس مبدئيا خلنا نشوف الكهرباء حاطين لنا ويل هني وني الموسم بيتوصل هو بيسوون كل شيء ما عليه عندهم كل شيء ما شاء الله يعني راح يداوم واحد وراح يسوي لهم شو طحين لان هني الحين الحبيب البيكري ما يقدر يسوي خبز ترى لانه ما عنده طحين فلازم هذا يستوي يخلص عرفتوا اظنها بيتحرك بما فيه الكفايه اذا ما تحرك بعدين الله كريم. انزين كله على اساس ان احنا نسوي بس سكراب مثل تخيلوا يعني هالموضوع كله بس اساس نسوي سكراب مثل ايوه اد نيو روت بنيب لمكان استقبال ما حطيناه نحن وين حطيناه هذا اخضر هذا بنيب له مثل سكراب اوكي بنيب من هنا شو مثل سكراب ما نحتاج وايدين هني بس المثل سكراب من الافضل انه يروح من هني خلاص هاي المين يستوي عندهم بيوت شوي بيتكاثرون بيستانسون شوي. زين بس تعرفون شو لازم اسوي بما اني تعبت التعب هذا وفي لفه لفوق خلوني بيوت
طابقين الطريقة هذه. طيب ممر الحدود الطريقة هذه بيتوصلون، سويها ماشي بالطريقة، لأن ما سوينا ممشى تذكرون ما منه فايدة، مع ان من منطق يقول ان هذا خلاص يعني مش مفروض يكون ممشى يعني. يبالنا حبه هني بعد، مو مشكلة عادي، ونحطي حق هذه الجماعة نزله من هني ونسوي لهم طريق من هني اكثر من طريق نزلوله، بنطلع لهم طريق من هني ويروحون سيده للوسط اذا يبون، وهذا بعد راح يكون عبارة عن طريق من يوصل لهم لوكس. طبعا هم ما عندهم لوكس حاليا، هاي مشكلة ثانية، بس الحين بيستوي عندنا الحاصل، بيكون عندهم اكل، بيكون عندهم مجموعة اشياء يقدرون على الاقل يصدروا لنا شو السكراب مثل اللي نحن نحتاجه. في حد هني ما عنده دوام، 23 واحد ما عنده دوام، فممكن نسوي واحد ثاني مال سكراب مثل بعد هني بالطريقة هذه، نسوي ثلاثة وخلهم ينظفون اللي موجود هني. الصراحة طبعا اذا بنحتاج نروح فوقها موضوع ثاني، لازم دستركت ولا دستركت ولا دستركت، انزين وكله طبعا امداد هذا الدستركت. قام يستوي عندنا الطحين، تشوفون يا سلام، والله شكل القرية مش غلط الصراحة. انزين الحين هذا قاعد ينتج طحين واموره طيبة، قلت لكم بينتج كهرباء، قاعد ينتج 230 والله. ينتج 300 وشي، هذا كم ينتج؟ 360. انا كنا نقدر نشبك الثلاثة فيه، تصدقون؟ خلاص مو مشكلة، برايح عادي. انزين الحين نبى المتل سكراب نفسه، هذا يبى كهرباء، يبى باور، يبى 250 حصان. اوكي نبى نحطيه هني، انا بهني خلاص، اذا هذا ما يستوي فلازم يف شوي هايل، بعدين نقدر نحطي الحبيب فوقهم بالطريقة هذه، بعدين بنجيب له 230 حصان. يبقى خلنا بسوي له واحد بروحه باور وخلاص، نسوي له واحد هني كهربا سفري ويود في المبنى، شكله ما بيستقبله. لحظة ما بيستقبله، اوكي يستقبله، اوكي ممتاز، نوصل كهربا. الحين هذا بيجيبون له السكراب هني عندنا في الاستورات، وراح شو يسوي؟ يسوي لنا الانتاج العادي. الحين عندنا الستور الاخير اللي هو اندر جراوند، يشل 4000 بوينت، يباله جيرز 40، يباله اشياء. انزين فنان فنان صغير ما ياخذ مساحة، نحطيه هني عند بدل البيوت هني، احس احسن. يا سلام نحطي واحد هني، هذا بياخذ ساعة تخزينية قدرها 4000. اوف يا الجيرز، اوف يا الجيرز، انستنت يولا 40، كفو 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 البلدرز. بس بلانكس شوي، عندنا مصنعين بلانكس شالين المدينتين، ترى هاي المشكلة. بس مشروع دمار، صاروخ ارض جو. الحين احنا تقريبا قربنا من الموضوع، ترى هذا لان هذا مش موجود، نعطي اولوية من يوصل لهم بلانك ثاني يوم يعني، بدوا يسكنون وهذا ويسوون، بس خلاص يعني اتس فاين، هذا كله بيكون اوكي، ترى هذا كله بيكون اوكي. بس يوصل لهم الحين هاي الدفعة، تشوفوا اغراض تهني، لوكس بلانكس سوالف. زين بيون الحين بيحطون هذا، بيشتغل البيت بس اساس انه ما يكون عندنا هوملس، عرفتوا؟ بالطريقة هذه سوينا شو؟ عندنا المصانع هاي، هذا كله عسب نطلع حديد. نحن الحين في المرة الجاية شو نبى نسوي؟ نبى نسوي اكسبلوسيف فاكتوري، ويبالا جير وحديد ودنيا، يبالنا نسوي هذا. الحين هذا شو شغله؟ يحول السكراب الى متل، مفروض اي هذا يحول السكراب الى متل. نحن الحين عندنا هذا بينبني وهذا بينبني، ان شاء الله بخليهم، هو يبغى السكراب بعد بحد ذاته، بس السكراب بي ليش؟ لان الحين عندنا هذا لازم ينبني،
عرفتوا؟ فهذا من ينبني بيجيبون سكراب يستوي عندنا ساعة تخزينية ضخمة نوعا ما، بيكون اوكي. خلينا نشوف شو السالفة هني، خلينا نحط لهم تانكي مي. يبون تانكي عود، هاي التانكيين صغار بس هم زين. اوكي استوى عندهم بيوت، معناه بنحصل كمية وظائف هني من هايل. عندنا 34، ما عندنا حد ما عندنا حد غير متوظف، بيونا ناس الحين. قلنا استوى عندنا مساحة تخزينية، وعندنا ثلاثة اوريدي يعني بيشتغلون، عرفتوها 19 سكراب 19 سكراب. الحين هذا شغلته بس يودي سكراب لدستركت 1 يجيبه هني، وهذا المشكلة اللي هني دستركت 1 نبغى سكراب مثل، نسوي ليمت كامل على سكراب مثل. خلاص انا ما ابغى منهم هاي الا سكراب مثل، بعطيهم كل شيء بس ابغى يجيبوا لي سكراب مثل، وهذا من يجهز بيكون اوكي. المهم انا بخلي شوي اللعبه شغاله، يخلصون بنا ما بنا الجماعه، وعلى الاغلب راح اسوي تي وبي، وبحطي ستور ثاني مكان من الاماكن صراحه، لان الستورات ما عاد تكفي، وعندي وايد اشياء اخزنها. بس البلانك ما ادري يتخزن في الستورات الثانيه اصلا، اي يتخزن، بس اللوج ما يتخزن الا في مكان اللوج، واماكن اللوج في العاده عندنا مش فل، مش فل ابدا، لانه يشلون 180 يروحون بلانك. فالهدف الاسمى انه بعدين في مرحله من المراحل نحن هاي نحولها منطقه زراعيه. هذا كان بالنسبه للفيديو اليوم، اشوفكم فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.